المؤكد بعد متابعة هذه النتائج أن هناك أسباب سياسية بطبيعة الحال تتعلق بالعزوف عن المشاركة في الانتخابات، سواء كانت هذه الانتخابات نيابية أم كانت هذه الانتخابات بلدية. وربما أن الأرقام التي يتحدث عنها راصد ونتائج الدراسة التي يعني أجراها تؤكد ذلك، لأنه زي ما سمعنا من الأستاذ عمرو النوايسة يعني الأرقام تحكي بأنه الفوارق ما بين الذين كانوا يريدون أن يشاركوا في الانتخابات الماضية تقريبا أعلى ب 8%، هذه المرة 60% من الأردنيين ينوون المقاطعة ولا ينوون المشاركة في الانتخابات البلدية، وفقط 23.2 من الأردنيين والأردنيات ينوون المشاركة في الانتخابات البلدية. ولكن يعني دائما احنا بنتكلم عن أسباب سياسية، وبتقديري أن الأسباب السياسية حاضرة، ولكن أيضا هناك شيء متعلق بأنه تحديدا في موضوع البلديات العلاقة بالخدمات. البلديات تعاني من إشكاليات في موضوع الخدمات، في قدرتها، في مخصصاتها، في إمكانياتها، في التداخل بالصلاحيات، قوانين تجيء، قوانين تذهب، يعني في حالة من عدم الاستقرار حتى التشريعي، في حالة في تداخل، بتسمع مجالس محافظات ولا مركزية وعمل بلدي، ويمكن حتى المواطنين يعني لا يفرقون بين كثير من هذه الأمور. فنريد أن نسلط الضوء على مشاكل العمل البلدي. ينضم لنا الآن المهندس خالد الخشمان رئيس بلدية السلط السابق. مهندس خالد مساء الخير. مساء الورد، أهلا وسهلا سيدي. يعطيك العافية. يعني لو بدنا نتكلم بحكم خبرتك في هذا الموضوع، ما هي المشكلات الأساسية التي تواجه العمل البلدي لدينا؟ يعني بدي أقول إنه القضية ليست بداية العمل البلدي، لكن المواطن الأردني أصبح بمكان إنه لم يعد يرغب بالمشاركة حتى في اختيار ممثليه سواء التشريعيين أو الخدماتيين اللي هم البلديات. السبب الأساس طبعا قد نقول قد تعزى إلى عدة أمور. أولا بعضها أن الضعف الاقتصادي الموجود في البلد، أصبح كثير من المواطنين لا يؤمن بأن لدينا القدرة كمسؤولين أو حكومات أو إدارات محلية أن نقدم الخدمة بشكل أمثل للمواطنين. الأمر الآخر حقيقة أن هناك قناعة لأن ليس هناك أي استقرار تشريعي في هذا الوطن. يعني إحنا المرة الماضية انتخبنا على قانون، واللي قبلها انتخبنا على قانون، وهذا المرة ننتخب على قانون. إذا كل مرة بنسوي قوانين وتضح المواطن الأردني بحصل التجربة وتفشل وتصيب هذه القوانين أو هذه الإدارات، هذا راح يولد عند الناس قناعة مطلقة بأنه يعني لماذا نشارك ونحن لا نستطيع التغيير. هلا المتابع للعمل البلدي حقيقة من 2013 لغاية تقريبا الفترة الأخيرة قبل الكورونا كان هناك نهوض بشكل كبير في العمل البلدي، لكنه لم يصل إلى المرحلة المطلوبة. لكن قبل 2013 ترى مستوى العمل البلدي والأداء البلدي كان متدنياً جدا. ارتفعت المسؤولية، أصبح هناك في عمل بلدي في كل المناطق، إلا أننا لازلنا نواجه عدة مشكلات في العمل البلدي. أولها المديونية الكبيرة اللي بتلحق للبلديات بسبب عدة أسباب لا مجال لذكرها حاليا. اثنين حقيقة أن الحكومة لفترة من الفترات كانت داعم بشكل كبير لعمل البلديات، والمنح التي جاءت دعمت كثير من البلديات، حسنت الخدمات المقدمة، اشتغلت على موضوع تطوير أسطول المعدات والآليات، إلا أنه من سنتين لاحقات أصبح هناك في مشكلة بالدعم الحكومي المتأتي من حساب المواطن. يعني البلديات لها التزامات مالية على الحكومة تتعلق بعوائد المحروقات. عوائد المحروقات في بعض البلديات، خاصة نحن نحكي 100 بلدية، في بعض البلديات النائية ما عندهاش دخول إلا عوائد المحروقات. لما المواد المحروقات لا تدفع، أصبحت البلدية لا تستطيع أن تقدم خدمات، وبالمقابل المواطن يصبح غير مقتنع بأن البلديات لها دور أساس. فإحنا المفروض أن هذه البلديات هي جيش لخدمة هذا المواطن والمواطن، وبتقدم ما يزيد عن 42 خدمة للمواطن. وبالتالي الأولى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة أن تدعم البلديات بدخلها ومنها ومن حسابها
اللي هو على حساب المواطن تدفع لها حتى تستطيع أن تقدم خدمة. هلا الأمر الآخر، هناك قناعة، ليست هناك قناعة في كل المرشحين، لذلك تشعر أنه مرات هناك تفاوت حتى في نسب التصويت بين المناطق المختلفة. ويعني بعمان العاصمة نسبة التصويت تقل عن أي منطقة في الأردن، والعدد السكاني الأضخم هو في العاصمة، بينما ترتفع في المناطق الأخرى النسبة المئوية، لكن عدد السكان أقلية، فبالتالي المجموع العام هو ضعف. لماذا يحجم المواطنين في المدن الكبرى عن التصويت؟ هي الأسباب عديدة، جزء منها ذكرناه، وجزء آخر أنه ليس هناك قناعة بكل المؤسسات، بمعظم المؤسسات الحكومية والأهلية. هلأ إذا أنت بلدية لم تشتغل على موضوع أن تكون أهلا للثقة، وتصعد تشعر المواطن أن البلدية تقدم الخدمات بشفافية مطلقة وبدون محسوبية، وأنها تتعامل مع المواطنين على سوية واحدة، وأنها تطبق القانون على الجميع، لن يكون هناك ثقة في البلديات. أنا ما بديش أحكي عن تجربة خاصة، لكن نقول كثير من رؤساء البلديات أو جزء من رؤساء البلديات أحسنوا الأداء، بحيث أنه أصبحت البلدية تشكل للمواطن مرجعية مطلقة. في الفترات الماضية وخاصة في فترات الكورونا كانت البلديات بأداء متميز بكل شيء، يعني دخلت في موضوع التعقيم، دخلت في مراقبة الأسواق، دخلت حتى في التخصصات اللي ليست من مسؤولياتها، لأنه البلدية هي الأقدر للوصول للمواطن. أنا اللي بدي أقوله أخي العزيز أنه إذا كنا دائما نشتغل على أساس فردي، ثم نتعامل بقانون كل مرة شكل، ثم نتعامل بتخفيف الدعم عن البلديات، والدعم أنا اللي بقوله ليس دعما حكوميا أن الحكومة تدفع، بل بقول أنه البلديات لديها دخل يتأتى من المواطن، يدفعها المواطن اللي بعبي البنزين والكاز والسولة، بدفع ضريبة يجب أن تذهب للبلديات حسب القانون. هلا كل هذه ثلاثة، والأمر الأهم إنه العمل المشترك بين كافة المؤسسات داخل المدينة الواحدة غير متوفر. يعني مواطن بيجي بيلتقى عنده مشكلة، بيجي بيقول لك أنا بدي خدمة خلطة أسفلتية للشارع، بيكون خارج التنظيم، البلدية ما تقدر تقدم له خدمة، والمواطن ترى بمناسبة بشعر إنه البلدية هي المسؤولة. هلا توزع الصلاحيات بين البلديات وبين المؤسسات الأخرى هذا يؤدي دائما إلى وجود خلل بالمعرفة. والأمر الأهم وأنا برأيي أن البلدية هي أم المؤسسات في المدينة، وبالتالي الأصل أن الشوارع والطرقات وكل ما يلزم هي ملكا للبلدية ومسؤولة عنها. ما فيش تنسيق بين البلدية وبين المؤسسات الأخرى، والخلل ليس في البلديات، المؤسسات الأخرى. يعني أنت تشتغل اليوم بتزفت، بكرة بيجي وزارة الأسرة العامة، السلطة، كل المؤسسات، المياه، المجاري، بالتالي ما فيش تنسيق متواصل. كنا نتأمل إنه اللامركزية بوجودها وبوجود المجلس التنفيذي وبوجود الممثل للبلدية أن يتحسن الأداء ويصبح هناك تنسيق على المستوى المحلي بالكامل، لكن هذا الحكي لم يتحقق، وأنا برأيي لن يتحقق ذلك إلا إذا مارست البلديات مسؤوليتها القانونية عن كل شوارعها، وتجبر كل المؤسسات أن تتعامل بالتنسيق المطلق. وهذا ما بيتم زي ما قلنا إلا إذا تولت البلدية إدارة الشأن المحلي بشكل كبير. البلديات لن تنجح بشكل كامل إلا إذا تحولت إلى مؤسسة وإدارة محلية حقيقية. هلا إحنا كل يوم لا شك إن نقول إنه توسعت سلطات البلدية عما كانت قبل 7 سنوات، إلا إنه القانون الحالي أيضا أرجع البلدية خطوات إلى الوراء من حيث التشريع. كيف؟ طيب في العالم كله سيدي الكريم، وأنت تعرف كيف أرجع التشريع هي... كيف أرجع التشريعات الأخيرة للعمل يعني البلدي؟ هلا سيدي إحنا لما نقول المؤسسة البلدية مؤسسة أهلية ذات استقلال مالي وإداري، نعم، ولما يكون أنت كل إشي خاضع لموافقة الوزير، طفت وين الاستقلال المالي والإداري؟ وين هو؟ وين هو؟ يعني ما لا ترى أنه في حقيقة أنها لا. هل الأصل إذا نحكي أن هذه المؤسسة يجب أن تكون مؤسسة تستطيع أن تتخذ قراراتها بنفسها؟ هل الحكومة أو المشرع بيعتقد أنه هناك يعني عقلية تآمرية في البلدية أنه ما بطبقوش القانون وبتحابوا مع حدا؟ يا سيدي الكريم، إذا كان رئيس البلدية أو المجلس البلدي يخطئ
اوضع من القوانين والتشريعات الرادعه ما 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 يجعله انه يلتزم بالقانون. انت بتطبق عليه القانون بيلتزم، لكن هل المطلوب اني انا لانه واحد بخالف او انه رئيس البلديه ما بيشتغل صح اني اطلع قانون منقوص وانتقص من حق البلديات في الاداره المحليه؟ هلا يا بتشيل انه البلديات ذات استقلال مالي واداري وخلص، وتقول انه البلديه جزء لا يتجزا من 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 وزاره الاداره المحليه، او بتقول هذه مؤسسات اهليه لها الحق في ان تتخذ قراراتها وان تكون مستقله ماليا. نعم مهندس قديش نتكلم عن الفجوه ما بين المخصصات الموجوده في الموازنه للعمل البلدي وما بين احتياجات فعلا البلديات؟ هلا سيدي الكريم يعني نحكيها كمان احنا يعني نحكي اللي قلنا واللي عليه. هلا في بلديات يعني تشتغل بطريقه انها تحصل حقوقها الماليه المترتبه على الجميع سواء مواطن او مؤسسه. وفي بلديات يعني بعض مدارسها يعني بتهاون، فبالتالي هناك في فرق بدخول البلديات بناء على ذلك، وفي فرق ايضا بدخول البلديات بناء على عدد السكان والمؤسسات الموجوده والمصانع والدخل المتاتي مباشره منها. هلا الاهم من هيك انه هناك مبالغ زي ما قلنا موضوعه بالقانون هي للبلديات. هذه العوائد المحروقات لا احد فينا رؤساء البلديات وانا رئيس بلديات على بلديه على دورتين متتاليات يعلم قديش هي وكيف تحتسب وكيف توزع. هلا وضعت اسس تبع اسس عشان التوزيع، لكن المهم النهايه هو عباره عن قرار يتخذ دون الرجوع الى اي بلديه ودون النظر بشكل واضح لاحتياجات البلديات. عجيب. او واضح، فهذا واقع حال موجود وهذا ممارس من فترات طويله. هل يجوز انه احنا دوله نؤمن بالشفافيه الا نعلم كرؤساء بلديات وكمجالس منتخبه وممثلين لابناء الوطن في هذا المجال لا نعلم ما هو الدخل المتاتي من عوائد المحروقات او ما هو المتاتي من عوائد المواقف؟ الا كل مواطن بروح برخص سيارته بدفع شيء اسمه بدل مواقف هي ملكا للبلديه. فبالتالي هذه الامور لا حدا بيعلم عنها ولا حدا بدري عنها نهائيا الا يعني الحكومه. طيب اذا كنا لا نعلم ولا نعلم كيف توزع ولا اي اسس توزع، مع انه الاسس موجوده لكن لا تطبق الاسس. هلا احنا بنقول دائما احنا يعني عائله واحده كبلديات، وانه المواطن الاردني في اي مجال موجود او في اي مكان موجود يجب ان تقدم له الخدمه بشكل امثل، ولا يمنع انه ان تجور على بلديه نوعا ما باتجاه بلديه اخرى بزياده مخصصاتها اذا كانت محتاجه، لكن يجب ان تمنح المخصصات المفروضه بالقانون بكاملة وبشفافية مطلقة للبلديات، لأنه هذا ليس مبلغا حكوميا يعطى منها، هذا مواطن أردني بدفع هذه الأمور حتى يدعم البلديات لتقديم خدمة تعود عليه. فإذا أنا بدفع والحكومة الوسيط والحكومة بتعطيش كل المبلغ وبالنهاية البلدية تعجز عن تقديم الخدمات لسبب أو لآخر ومنها هذا السبب، أصبح هناك خلل يجب أن يعالج. والقانون واضح ونحن نطالب بتطبيق القانون فيما يتعلق بموارد البلديات، ولا يجوز لأي كان كائنا من كان أن يقوم بالتخلي عن أي جزء أو حق مالي للبلديات تحت أي ظرف، لأنه إحنا كنا بالنهاية إحنا لما نقدم خدمة نقدم للمواطن والحكومة تقدم خدمة للمواطن، فإذا إحنا شركاء أعطيني فرصتي أني أحصل على حقي وأقدم الخدمة مباشرة وما بصير تتعدى على حقي حتى انت تشتغل بطريقه اخرى او تقدم خدمه من خلالك. نعم المهندس. بعدين امر اخر، مواطنين لم يقتنعوا يوما في موضوع العلاقه التي يجب ان تكون علاقه عضويه بين مجلس المحافظه والبلديات حتى تستطيع ان تقدم خدمه. هلا بالبلديه بالمجلس المحافظه في المره السابقه اي شيء يتعلق بعمل البلديات مش مستعدين يشاركوا فيه بقرش، حتى لو كانت المشاريع التي تقوم بها البلدية مشاريع تنموية الهدف منها انه فتح فرص عمل للمواطنين، ومشروع اللامركزية هو مشروع تنموي قبل ان يكون خدمي، صفه هو خدمي وليس تنموي.
احنا بحاجه لفتح فرص عمل للمواطنين لابناء الوطن اكثر من انه بحاجه ان نتوسع في الخدمات لمناطق غير ماهوله وتقدم لها خدمات غير طبيعيه. نعم العمل يجب ان يكون نظره للمواطن. يعني احنا بهمنا الانسان قبل ان نهتم بالحجر والشجر، لا الشجر انسى بالحجر. فاحنا بهمنا كمان ان تكون البلديات مؤسسات تنمويه تستطيع ان تفتح فرص عمل، لانه المواطن اللي بيقدر تقدر البلدية تفتح له من خلال المشاريع فرصة عمل هذا الصح. أما إحنا نقول لا لازم نعين بالبلديات حتى تتضخم البلديات وتصير نسبة الرواتب 100% ويزيد، أصبحت إحنا بنفشل البلديات. نعم. ما بنسوي تنمية بالمشاريع. نعم. هذا الموضوع المفروض أنه المواطن يقتنع أنه تقدم خدمة لها دور تنموي، لها دور اجتماعي ومسؤولية اجتماعية، لها دور ثقافي، لأنه الثقافة والعلم والبلدية دورة ثقافي متميز، لها دور في احتضان كل المؤسسات العاملة على أرض مدينتهم، وأيضا أن تكون لها المسؤولية عن أي خدمة تقدم داخل المدينة من خلال مقدمي الخدمات سواء سلطة المياه أو الكهرباء أو أي جهة أخرى. نعم. وأمر مهم جدا نختم به يعني مهندس خالد. هناك أتأسف خلاص شكرا. نعم مهندس خالد الخشمان، يعني لفتات مهمة في العمل البلدي لعلنا لاحقا أيضا نسلط مزيد من الضوء عليها إن شاء الله. رئيس بلدية السلطة الكبرى السابق، شكرا جزيلا لك. شكرا حبيبي. شكرا. أهلا بك.